البارح؟ الماتش ديال البارح لعبوا الدراري مزيان في داك 20 دقيقه الاولى، كنت فرحانه، ضيعوا بزاف ديال البيوت وهو اللي خلاهم يتاثروا بزاف بالماتش، ما كملش في الوجه اللي كنا منتظرينه. وش نقول لكم، من بعد كنظن اللعابه ديال ايران نرفاوهم بقوه ما كانوا باللور، لاعبين اللور لاعبين الدفاع اكثر من لاعبين الهجوم، وكنظن نرفاوهم، وهذا كان هذا كنظن الهدف ديالهم باش ينرفيو اللعابه المغاربه وصافي. والبيت اش غادي نقول لك، عندهم الزهر، هذا الشيء اللي غنقول لك، وكنتمناو في الماتش المقبل ان شاء الله يديروا ما احسن، لان احنا جايين من بعيد، جايين من ميريكان باش نتفرجوا فيهم، باش نشجعوهم وباش نكونوا معاهم. وكنتمناو في البرتغال عاوتاني، كنظن غيلعبوا يا ربحه يا خسره، ويمكن نصدق ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.